واسيبكم بقى مشاهدينا الكرام مع فيديو حلو كده ونبدا كلامكم في مصر النهارده. والله I said tell me. والله لن نقوم باي ضرر. لن نقوم باي ضرر للمياه في مصر. للمياه في مصر. مصر. والله I said tell me. والله لن نقوم باي ضرر. لن نقوم باي ضرر للمياه في مصر. للمياه في مصر. والله سيسي ده راجل اهبل. بص يا جماعه، حد يقول لي بجد فاضل ايه تاني نوصل له عشان الناس تفهم ان البلد بتخرب وان اللي ماسكينها شويه معتيه وهبل. المشكله ان في ناس مصدقه ان خلاص المشاكل اتحلت وان سد النهضه باح خلاص مفيش مشاكل تاني، وان النيل انسى يا معلم عمر اثيوبيا ما هتيجي ناحيته. اول رئيس انقلابي في العالم ممشي دولته بالعشم بالمحبه، بقول ورايا والله. عبد الفتاح السيسي بيحلف رئيس او رئيس وزراء دوله تانيه ان هي ما تعتديش على النيل. وكده خلاص اتحلت المشكله، ناموا مصريين واتغطوا واحلموا. السيسي حلف رئيس اثيوبيا بالنعمه ان ما حدش هيجي ناحيه النيل، وهي دي بقى قمه الهطل السياسي اللي انك تدي لاثيوبيا النيل وتتنازل عنه بايديك وتشرع لهم بناء السد وبعد كده تحلفهم يمين ثلاثه ان هم ما هيجوا ناحيته، واللي بدايته عبد العاطي كفته وترعه قناه السويس والعاصمه الاداريه الجديده، نهايته المشهد اللي حضراتكم اتفرجتوا عليه من شويه. وعشان ما اطولش عليكم تعالوا نشوف حضراتكم قلتوا ايه. واول بوست معانا شبكه رصد بتقول: في حضور السيسي رئيس وزراء اثيوبيا، حكومتي ليس لديها رغبه في الحاق الضرر بمصر. ده كان الخبر مشاهدينا الكرام من رصد. تعالوا بقى نشوف حضراتكم قلتوا ايه وعلقتوا بايه على هذا الخبر. يلا بينا مشاهدينا الكرام ناخد اول بوست معانا من الدكر اللي بيقول: صرح مصدر مسؤول ان الفاظ والله والنعمه والمصحف ورحمه امي والختمه الشريفه وحياه الاخوه وشبكه العشره هي الفاظ معتمده في القانون الدولي وتعتبر ملزمه عند عقد المعاهدات. احنا في عصر الانقلاب وحكم السيسي لمصر بالدبابه، يعني القلش ما بقاش له معنى بصراحه. السيسي بيعمل المصيبه وتنزل بالقلشه بتاعتها مش محتاجه اي تعديل، لان زي ما قلت لكم قبل كده الافيه لما بيتقال على الافيه بيبوظه. يلا نروح لمهاب جاهين. طيب يا جماعه، ما نجيب اسرائيل ونحلفها انها مش هتضرب الفلسطينيين وبكده نبقى حلنا القضيه الفلسطينيه بدل الهري اللي احنا فيه من زمان، وهو نوع من انواع الحلول السيساويه الدوليه. ومن غير ما تجيب الصهاينه يا عم الحاج تليفون والسيسي يشغل المايك للشعب ويجيبه لهم على السبيكر ويقول لهم ايه: هنحلف نتنياهو ان نقل السفاره وان مفيش حاجه لفلسطين وان الدنيا هتبقى تمام والدنيا هتمشي ودار ما دخلك شر. والامور بتعدي كده في مصر السيسي، الامور بتعدي كده. دوله اللامنطق والعته السياسي في ابهى وازهى صورها مع عبد الفتاح السيسي. يلا نروح لهاني صبحي. وصرح مصدر مسؤول انه اثناء الاجتماع الثنائي مسك رغيف وقطعه نصين وحطه على راسه وقال: وحياد النعمه ان شاء الله ما وعطفعها ما هتتاثر مصر. والرده نزلت على عينه طرفتها واحمرت وجابوا له قطره وكانت مليطه. من هاني صبحي تعالوا نروح على طول لمي عزام ونشوف مي عزام بتقول ايه. العجيب ان يطلب السيسي من رئيس وزراء اثيوبيا ما لا يفعله، اما المذهل ان يتوقع انه سيفعل شيء مختلف عما يفعله هو. القسم والوعد لا تلزم صاحبها، ومن يحنث بهما لا يعاقب، واحنا اول العارفين. اقصى حاجه ممكن نعملها اننا نشتكي رئيس وزراء اثيوبيا لوالدته ونخوفه ان ربنا هيوديه النار بعد عمر طويل. يلا نروح لاخر بوست معانا لنيفين كامل اللي بتقول في البوست بتاعها، او نيفين كمال كامل طب والله رئيس وزراء اثيوبيا ده جدع، اخد بلحه على قد عقله وخلاه مسخره السوشيال ميديا عشان ياخد معاه مواطنين اثيوبيين كانوا محبوسين في مصر، واحنا طبعا ما نعرفش لا قانونيه سجنهم ولا قانونيه الافراج عنهم. تعالوا نروح مشاهدينا الكرام من موضوع عبد الفتاح السيسي ورئيس وزراء اثيوبيا والهري ده، تعالوا نروح لموضوع تاني بس افقع من الاولاني. ايه هو؟ تعالوا نشوفه مع بعض. بوابه الوطن بتقول لك: رئيس منع الاحتكار سنحيل فيفا الى النيابه حال رفضها بث كاس العالم. بص يا معلم بقى ايه الموضوع، انا هبدا اشرحه لك دلوقتي من خلال البوستات بتاعتكم.
ده كان الخبر من جريدة الوطن. تمام؟ رئيس هيئة منع الاحتكار بتاع مصر يعني متخيل ان الفيفا دي زي برضو ما كانوا متخيلين موضوع صلاح، ان محمد صلاح لما يتحط صورته على الطيارة وتحط جنبها وي مش هتحصل مشكلة من فودافون العالمية والعالم هيتقلب. فهو دلوقتي برضو مفكر ايه؟ احنا عايزين الناس تتفرج على التلفزيون الارضي ونزيع كاس العالم. ده كاس العالم، ده كاس العالم. وبعدين انت مفكر الفيفا دي ايه؟ واحدة غلبانة هتاخدها توديها النيابة ولا هتشتكيها للعمدة في القفر وتجيب لها شيخ البلد بالاتنين غفرة يروحوا ياخدوها بالبنادق من بيتها؟ ايه يا جدعان الهتع، ايه العتع اللي احنا عايشين فيه ده؟ بس عايز اقول لك على حاجة، إذا كان رب البيت، إذا كان عبد الفتاح السيسي بيحلف الراجل بتاع اثيوبيا، فعادي جدا الرئيس بتاع الاحتكار ده يطلع يقول لهم عادي يعني احنا هنذيع الماتشات وبعد كده هنقضي الفيفا. كلام أهبل بيقولوا ناس هبل، وزي ما قلت لكم اللي ماسكين البلد دلوقتي شكلهم مش شكلهم ده أنا متأكد متخلفين عقليا. مستشفى المجانين فيها ناس عاقلين عن النظام المصري. يلا نروح نشوف اللي بعده. سليم استاذ سليم عزوز بيقول رئيس جهاز منع الاحتكار في مصر يتوعد باحاله الفيفا الى النيابه العامه المصريه في حال رفض طلب مصر ببث مباريات كاس العالم عبر التلفزيون المصري. وطبعا النيابه راحه تهبد رئيس الفيفا 45 يوم في 45 يوم ويقضي العقوبه في سجن مش عارف ايه كده القطا دوله هذه ام مستشفى المجانين. طيب تخيل فعلا وتخيلوا حضراتكم معايا كده ان مسؤول مصري وهيئة حكومية هي اللي بتقول الكلام ده، يعني مش علي علوكة اللي بيقوله، لا ده مسؤول وهيئة حكومية. يعني موضوع حقوق البث يا جماعة، يا جماعة بين سبورت دفع مليارات، دفع مليارات عشان تاخد حقوق بث. انت الراجل الاهبل ده طالع يقول لك رئيس الفيفا احنا عندنا الحكومة عايزة تذيع وما تتعاقبش، وكمان بص بقى البجاحة وقلة الأدب والوش المكشوف، يعني هتذيع حاجة وتسرقها وما هيش بتاعتك والحاجة دي مدفوع فيها ملايين، وكمان لو الناس قالت لك مش هينفع تذيع عايز يعاقب الفيفا. إنه الجنان بعينه. يلا روح لتيمو. تيمو رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية يهدد بإحالة فيفا للنيابة العامة في حال تقاعسها عن تنفيذ قرار الجهاز بإذاعة مباريات كأس العالم على التلفزيون المصري. يا راجل دي لو فيفا عبده على رأيك كانت شبشبت لك مستشفى المجانين. المسؤولين في مصر عايشين في عالم تاني، عالم سمسم، عالم غير بتاعنا خالص، عايشين بعقلية إدارة العزب والكفور، مش عالم بيحكموا قوانين وأي غلطة بيغلطها أي حد في العالم في حقوق البث بيتعاقب. هم ماشيينها يا معلم بالدراع زي البلطجي اللي بيحكم البلد. يلا روح لأحدهم. يا ريت ما يبقاش الخبر ده لعب بمشاعر الناس البسيطة خصوصا وترجعوا تقولوا إن إحنا اللي بننشر إشاعات. الهيئة الوطنية للإعلام إذاعت 22 مباراة من كأس العالم على التلفزيون المصري أرضيا. يلا مشاهدينا الكرام نروح لآخر بوست معانا على موضوع العتة اللي بنشوفه في مصر. ريهام بتقول شكل موضوع بس المباريات على الأرض ده هيطلع فنكوش تقريبا. اللي قرر البث جهاز منع الاحتكار عندنا في مصر والفيفا ولا عبرهم أصلا. من موضوع قرار الهيئة الوطنية للإعلام ببث ماتشات كأس العالم، تعالوا نروح بقى لأهم الموضوعات اللي حضراتكم اتكلمتوا عنها وكتبتوا عنها بوستات وقلتوا فيها حاجات، تعالوا نقراها ونشوفها مع بعض. نبدأ بأول موضوع وأول بوست معانا من مسمار بيقول لوحة فنية بعنوان ما تكبر للناس يا عم عيب كده. واللوحة طبعا يعني ده كان تعليق مسمار على المشهد الشهير لأنجيلا ميركل مع ترامب. تعالوا بقى نشوف البوست الثاني والموضوع الثاني اللي معانا. يلا بينا. مصري بيقول ولما مارك سمع الخبر ده نقله للمستشفى وهو مغمى عليه من كتر الضحك. البرلمان يوافق على اخضاع جوجل وفيسبوك للضرائب. ده كان تعليق ساخر جدا من مصري على قرار البرلمان بفرض ضرائب على جوجل وفيسبوك. وخلي بالكم بيقول لك اللي عنده صفحه معديه ال 5000 ده كل واحد الاكونت بتاعه بس معدي ال 5000. اللي معديه ال 5000 وهيكتب اي حاجه تتكلم في البلد او عن عبد الفتاح السيسي جنائي يا معلم على طول، والموضوع ما فيهوش هزار. يلا نروح بقى للبوست الثالث اللي معانا ونشوف الموضوع. حسام الحملاوي بيقول زمان كان لا صوت يعلو فوق صوت المعركه وما ينفعش تنتقد الحكومه وقت الحرب. بعد كده الموضوع تطور لما ينفعش تنتقد الجيش والحكومه في اي وقت والا تبقى خاين، وما ينفعش تجيب سيره البلهارسيا في النيل، ودلوقتي ما ينفعش تنتقد المنتخب وطياره المنتخب وبدله المنتخب، وشويه ولو قلت الجو حر تبقى خاين. ده كان تعليق حسام الحملاوي على الحال اللي وصلت له المعارضه في مصر
وحريه التعبير. ومعلش يا حسام عايز اضيف حاجه بس نسيتها مهمه جدا، الكوتشي اللي كانوا لابسينه على البدله، الكوتشي الابيض كان مهم يا حسام تجيب سيرته، لانه برضه يعني لا يقل اهميه عن البدله ولا عن زراير البدله ولا عن الاتوبيس الهونداي. يلا نروح للبوست الرابع. سي سلامه عبد الحميد بيقول لك: سالني متى تعود الى مصر؟ فقلت: ولماذا اعود؟ الكارثه ليست فقط في العساكر وان كانوا اصل المشكله، حكم العسكر اصاب قطاعات كبيره من المدنيين بامراض بينها البلاهه والتبلد، الملايين ليسوا بشرا بحق وانما اشباه اموات يهيمون بلا وعي حتى ان انتهى حكم العسكر، فلا ارغب في الحياه وسط هؤلاء. مشاهدينا الكرام، وصلنا لنهايه كلامكم في مصر النهارده، لكن لسه عندنا عايزين نقول نو كومنت عشان تشوفوا الكوميكس، وبعد كده نرجع للترندات. في المصريين ده الهاشتاج اللي اتصدر تويتر وحصل عليه تفاعل كبير جدا من مستخدمي تويتر. تعالوا نشوف مشاهدينا الكرام الهاشتاج مع بعض على الشاشه اهو. احلى حاجه في المصريين. خلونا مشاهدينا الكرام نركز في الهاشتاج اللي معانا ونقول ان كانت في تغريده لحساب باسم احمد هكس كانت من الاكثر تداول على تويتر. تعالوا مشاهدينا الكرام نقرا التغريده او التويته مع بعض. بيقول: احلى حاجه في المصريين، حرب اكتوبر 1973، ثوره 25 يناير 2011، ابو تريكه ومحمد صلاح. يا ترى هل ترى الناس اللي دخلت تعمل سيرش على جوجل اخبارهم ايه؟ كانوا بيسرشوا على ايه؟ تعالوا نشوف مع بعض. اهو قانون عمر، اجازه عيد الفطر، ايوب، ليونيل ميسي، رئيس وزراء اثيوبيا، ومقتل حسن الوحش. طب يا ترى ماذا عن ترند المشاهدات على يوتيوب؟ كان اهداف وملخص مباراه البرتغال والجزائر، عمل عدد مشاهدات تخطى 1,890,000 مشاهده بعد ساعات بس من رفعه على اليوتيوب. تعالوا نستمتع بالاهداف. Selon les médias portugais, on vous le rappelle, il serait en instance de départ. Il aurait pris une décision irréversible. Yacine Brahimi, qui sur le 11 de départ, ce sera Abdelkader Sali, le gardien du CRB. Derrière, on hésite encore entre une défense à 4. Причем уже все оговорены суммы и личного контракта и отступных клубов. Как здорово сыграно, но просто чудо. Да. Руи Патрисио попозже, потому что сейчас явный повод повосхищаться этим взаимодействием. Пас из глубины, скидка под удар Бернарду Силва. Просто как вот в руки поймал и в ножку положил. Гонсало Гедеш. Второй гол за сборную Португалии забивает этот совсем еще молодой нападающий. Красивый гол, действительно такой породистый для сборной Португалии, если бы на месте... Pour le portier des Lions, Cristiano Ronaldo, et 2-0. Superbe ballon du ballon d'or portugais du Real Madrid, qui dépose son centre sur la tête de Bruno Fernandes. Les permutations, les espaces trouvés de façon constante lors de cette première période sont récompensés. Portugal. Par-dessus, Guerreiro dans le dos de la défense droite algérienne. La tête de Gagès, ça fait 3-0. C'est une correction. بكده مشاهدينا الكرام نكون وصلنا لنهاية حلقتنا النهاردة من كلامكم في مصر النهاردة. عايز أقول لكم إن احنا إن شاء الله هنكون موجودين معاكم بعد العيد بإذن الله. الوقت هيبقى مختلف،
الفورمات كمان هيبقى مختلف، في تغييرات كتيره جدا هتحصل، ده فيما يخص كلامكم. لكن مصر النهارده هيعود ان شاء الله، ولسه مكمل معاكم استاذ محمد بكره وبعد بكره، في بكره نقره وضحضيره وابطال مسلسل نقره وضحضيره، هيكونوا ضيوف استاذ محمد ناصر في مصر النهارده، كمان هيكون معاكم بعد بكره حفله غنائيه جميله جدا ان شاء الله تستمتعوا بيها. اسيبكم مشاهدينا الكرام مع فيديو اليوم اللي احنا اخترناه لكم بمناسبه بدايه كاس العالم يوم الخميس ان شاء الله، وماتش مصر هيبقى يوم الجمعه. استمتعوا بقى مع اجمل 10 اهداف في كاس العالم 2014، واقول لكم بما ان الكلام كلامكم يبقى السلام سلامكم، وتصبحوا على خير.